Every morning when I wake, it's like a miracle. السلام عليكم طلاب الصف الرابع، اهلا وسهلا بكم في درس اليوم. اول شيء نفتح كتاب البيبلز بوك، كتاب الطالب، للبيج 43، الصفحه الثالثه والاربعين. اليوم في عندنا كلمات، لغه وقواعد، عده تمارين حتى نحلها، وبالتاكيد في عندنا تمرين الاوائل. راح نالف ثلاث جمل، هذه الجمل ماخوذه من هذا الدرس، كل جمله بتكون اصعب من اللي قبليها. خلينا نبدا. بسم الله. في عندي هون كلمات، أي كلمة من هاي الكلمات أنتم مش حافظين لازم تكتبوا على دفتر إنجليش، لكن اسمعوا بالأول اللفظ الصحيح إلها. turn around يدور، planet كوكب، star نجم، take يأخذ ولها معنى آخر، يستغرق، move يتحرك، moon قمر، sun شمس، earth يعني كوكب الأرض. كوكب ماذا؟ كوكب الأرض. Earth معناها كوكب الأرض. طيب ماذا عن اللغة والقواعد؟ اللغة والقواعد عندي بسيطة كثير. الآن who is the معناتها من، who معناها من، بستخدمها فقط للسؤال عن البشر. who معناها من، لكن which معناها أي، وتستخدم للسؤال عن غير البشر، تستخدم للسؤال عن غير البشر. تذكر احنا قبل حكينا عن صيغة المفاضلة، مثلا tall طويل، the tallest الأطول، فممكن أن أستخدم هاي الأسئلة مع صيغة المفاضلة. يعني على سبيل المثال إذا بدي أحكي من هو الشخص الأكبر سنا، كبير في السن معناتها old، بحكي who is the oldest، who is the oldest، من هو الأكبر سنا، who is the oldest، من هو الأكبر سنا، نسأل فيها البشر. لكن على سبيل المثال بدي أسأل مثلا أيها هو الحيوان الأسرع، بدي أسأل أي حيوان هو الحيوان الأسرع، بما أنه غير بشر حيوان فبستخدم which، بحكي which is the fastest، fast سريع، the fastest الأسرع، which is the fastest animal، أيها هو الحيوان الأسرع. على كل حال راح نأخذ تطبيق لهذه القاعدة إن شاء الله. فلنذهب إلى exercise number 4، بحكي لي listen and choose، استمع واختر. في عندي هون جملة، الجملة هاي فيها slash، وهاي السلاش في قبليها كلمة وبعديها كلمة، بدي أضع دائرة على واحدة منها. على أي أساس راح تعرف؟ راح تسمع مني وعلى أساسها راح تختار. استمعوا للجملة الأولى. There are 8 planets. أعيد. There are 8 planets. 8 planets. إذن راح أضع دائرة على 8 وراح أستثني ماذا؟ راح أستثني 7. There are 8 planets. Okay. نذهب إلى 2. استمعوا. The sun is a star. The sun is a star. أكيد عرفتوا وين لازم نوع الدائرة. A star. يا ترى ما معنى الجملة الثانية؟ الشمس هي نجم، ليست كوكب بل نجم. ماذا عن الجملة الثالثة؟ استمعوا جيدا. In a day, the earth turns around once. أعيد. In a day, the earth turns around once. إذن once. ما معنى once؟ مرة واحدة. ما معنى الجملة كلها؟ حاولوا تحكوا المعنى قبلي. في اليوم كوكب الأرض يدور مرة واحدة. ماذا عن الجملة 4؟ The earth takes a year to move around the sun. أعيد. The earth takes a year to move around the sun. Takes a year. Year وليس month. ما معنى الجملة هاي؟ حاولوا تحكوا قبلية. كوكب الأرض شو ماله؟
يستغرق كم سنة ليتحرك حول الشمس أو ليدور حول الشمس؟ طيب الجملة الأخيرة في هذا التمرين: The moon takes a month to go around the earth. أعيد: The moon takes a month to go around the earth. Takes a month. A month. شهر. ما معنى هذه الجملة؟ ترجموا قبلي: القمر يستغرق شهرا ليدور حول ماذا؟ حول كوكب الأرض، ليدور حول كوكب الأرض. طيب كويس، الآن هذا التمرين حصلنا فيه مهارة الاستماع. نذهب الآن إلى التمرين التالي، لو exercise number 5، التمرين الخامس. التمرين الخامس بسيط جدا، بس هو قضية اللفظ pronunciation. حرف الأس زي ما أنتم شايفين هون في الثلاث حالات يأتي وراء حرف ساكن، حرف ساكن. خلينا نشوف شو اللفظ الصحيح لكلمة سماء. sky. sky. ما معنى صغير؟ small. small. ما معنى ثلج؟ snow. snow. sky. small. snow. إذا قدرتوا تلفظون باللفظ الصحيح فهيك أنتم بتكونوا حققتوا الهدف من هذا التمرين. نأتي إلى التمرين السادس والأخير، لكن قبل ما نبلش في هذا التمرين، إذا ما كنتوا لحد الآن مشتركين في القناة، يا ريت ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتعطوا إعجاب في هذا الفيديو. بعد ما ينتهي الفيديو يا ريت تشاركوه مع أكبر قدر ممكن من الناس. نأتي ونقرأ. Ask and answer. إيش يعني؟ اسأل وماذا؟ وأجب. مثل ما أنتوا شايفين هون في عندي صفات، خلينا نقرأ الصفات هاي واحدة واحدة. cold، تتذكروا شو معنى cold؟ بارد. hot، ما معنى hot؟ حار. هاي الكلمة old، إيش يعني؟ كبير في السن، طبعا إلها معنى ثاني قديم. young، ما معنى young؟ صغير في السن. small، ما معناها؟ صغير، يعني صغير في الحجم. tall، طويل. ما معنى fast؟ fast معناتها سريع. slow، slow بطيء. wet، رطب أو مبلل. dry معناتها جاف. بدي أستخدمهم حتى أعمل أسئلة وأجوبة. طبعا بالمثال يتضح المقال. خلينا نشوف المثال اللي هم مشتغلين عليه. who is the oldest person in your family؟ Who is، من هو؟ The oldest person، الشخص الأكبر سناً in، في your family، أسرتك. من هو الشخص الأكبر سناً في أسرتك؟ طبعاً هو بيحكي عن شخص، يعني بشر، صح ولا لا؟ فعشان هيك هو مستخدم الصيغة الأولى اللي حكينا عنها في اللغة والقواعد. Who is the oldest، مكمل الجملة، person in your family؟ طيب الجواب لازم يكون كامل. يعني مثلا إذا واحد أكبر شخص في أسرته هو جده، ما بيحكي والله جدي وبيسكت، لا، بيحكي الجواب كامل. كيف الجواب كامل؟ بيحكي جدي هو الشخص الأكبر سنا في أسرتي أو في عائلتي. هيك جواب كامل، جملة كاملة. فهون شو هذا الشخص كيف جاوب؟ My grandmother، جدتي، is the oldest person، هي الشخص الأكبر سناً in my family، في عائلتي. حلو لحد هسه؟ بتصور أمور سهلة لحد الآن. طيب ماذا لو بدنا نسأل عن شيء غير بشر؟ مثلاً بدي أسرع، ما هو الحيوان الأسرع؟ أوكي؟ فبحكي which is the fastest animal، يعني أيها هو الحيوان الأسرع. الجواب نفس الشيء، ما بحكي مثلا نمر، لا، بحكي النمر هو الحيوان الأسرع. The tiger، النمر، is the fastest animal، هو الحيوان الأسرع. رغم أننا معلوماتي أنه الفهد هو الأسرع، لكن ما في مشكلة. أوكي، الآن واضح الأمور، صح ولا لا؟ الآن خلينا نقيم هاي
كتابات. أوكي تمام، نيجي على كلمة cold. ما معنى cold؟ بارد. فمثلا أنا بدي أحكي على سبيل المثال، بدي أحكي ما هو الشهر الأبرد، بدي أعرف إيش هو أبرد شهر في السنة. كويس ولا لا؟ الآن هسا هل أنا بسأل عن بشر ولا عن غير بشر؟ أنا بسأل عن الشهر الأبرد، الشهر ليس بشر، فبالتالي بستخدم الصيغة الثانية للسؤال عن غير البشر، صحيح؟ فرح أستخدم which. كيف رح أكتب السؤال؟ شوفوا كيف رح أكتب السؤال هون. رح يكون السؤال كالتالي، أوكي؟ حتى الأمور تكون إن شاء الله واضحة. بدي أحكي أيها هو الشهر الأكثر برودة. إيش معنات أيها؟ which. which معناتها أي. which is أيها هو الشهر الأبرد. الشهر الأبرد بستخدم الأبرد بعدين الشهر، مقلوبات. ما معنى الأبرد؟ لاحظوا هسا cold. ما معنى cold؟ بارد. طيب ال ذا صارت ال بارد الأبرد est. أوكي the coldest الأبرد. which is the coldest month. أيها هو الشهر الأبرد. أوكي شو أبرد شهر عندنا بالسنة؟ بتصور شهر واحد January. أوكي فهل في الجواب أكتب شهر واحد ولا أكتب شهر واحد هو الشهر الأبرد؟ جواب كامل إحنا اتفقنا صح. فبدي أحكي January اللي هو شهر واحد January. أوكي هو الشهر الأبرد. كيف أكتبه في الإنجليزي؟ ساعدوني. is الشهر الأبرد the coldest month. حلو؟ وهي full stop نقطة. جميل؟ فصار عندي January is the coldest month. حلو؟ هسا هيك إحنا شو سوينا؟ جاوبنا عن cold. كويس؟ هم مستخدمين oldest يعني old، خلينا إحنا عشان ما نخربط فيها نكون عارفين إنها مستخدمة. وهون استخدموا fast. أوكي fast معناتها سريع. أوكي هي سريع. طيب نيجي على hot. ما معنى hot؟ حار ساخن. مثلا بدي أحكي مثلا أنا أيها هو الشهر الأكثر حرارة، يعني أي شهر هو الأكثر حرارة. نفس الشيء أنا بحكي عن شهر، يعني شيء غير عاقل راح أستخدم صيغة السؤال عن غير البشر هون. فبحكي أول شيء which is، وهي بحكي which is. which is أيها the ال الصفة بحطها في الفراغ اللي هي أنا حكيت هون hot، راح أستخدم hot. فهون بحكي hottest وهي hottest. أوكي which is the hottest أيها هو الشهر الأحر أو الأكثر حرارة هي month. which is the hottest month. شو صار عندي؟ أيها هو الشهر الأكثر حرارة، أو ممكن تفهموها أي شهر هو الأكثر حرارة. أكثر حرارة أكثر شهر بتوقع اللي هو شهر 6 أو ممكن شهر 7، نفرض أنه شهر 6 اللي هو جون. فهل بكتب هنا هيك جون وخلاص، ولا بكتب جون هو الشهر الأكثر حرارة؟ فبدي أكتب جون هو الشهر، هو is الشهر الأكثر حرارة، الأكثر حرارة the hottest. أوكي شهر month. أوكي تمام جميل. June is the hottest month. نأتي إلى young يعني صغير في السن. مثلا لو بدي أسأل أنا سؤال من هو الشخص الأصغر سنا في عائلتك؟ بدي أسألكم مثلا من هو الشخص الأصغر سنا في عائلتك؟ يا ترى أنا بتكلم عن بشر ولا عن غير بشر؟ أكيد عن بشر، عائلة عن بشر، راح أستخدم هاي هو من هو. فبالتالي ساعدوني شو لازم أكتب؟ كيف أحكي من هو؟ who is الشخص الأصغر سنا. راح أذكر الأصغر سنا قبل الشخص. ما معنى الأصغر سنا؟ young معناتها صغير السن، الأصغر the youngest. لاحظوا بنحط ذا بعدين est، هاي أخذناها في درس ماضي يعني في دروس ماضية. who is the youngest شخص. ما معنى شخص بالإنجليزي بتعرفوا؟ person. person إذا ما كنت حافظينها اكتبوها دفتر إنجليش. person معناها شخص. who is the youngest person
في عائلتك، كيف أكتبها في الإنجليزي؟ حكولي in your family. أوكي، لازم تكون متفاعلين معي، تحكوا معي، ساعدوني. طيب جميل. Who is the youngest person in your family؟ مثلا واحد بده يحكي على سبيل المثال إنه مثلا أخي أحمد هو الشخص الأصغر سنا في عائلتي. مثلا عندك أخو اسمه أحمد، هذا أصغر شيء، فبدك تحكي عنه. كيف نحكي الآن أخي أحمد بالإنجليزي؟ احكوا لي شو لازم أكتب. My brother أحمد. كويس، my brother أحمد هو الشخص الأصغر سنا. بدي أذكر الأصغر سنا قبل الشخص. كيف أحكي الأصغر سنا؟ The youngest. ما معنى شخص؟ تتذكروا person مرت معنا قبل شوي. في عائلتي، ما معنى في؟ in. طيب عائلتي، my family. family وهي full stop، نقطة. جميل. أوكي، الآن نأتي مثلا إلى small، صغير. أوكي، أو لا بلاش، نأتي إلى dry، جاف. بدي أسأل مثلا ما هي المدينة الأكثر جفافا؟ لأنه dry معناتها جاف، بدي أسويها superlative مفاضلة بتصير الأكثر جفافا. بدي أسأل مثلا ما هي المدينة الأكثر جفافا؟ المدينة بشر ولا غير بشر؟ أكيد غير بشر. بستخدم صيغة who ولا صيغة which؟ صيغة which. فبحكي which is the dry جاف، the driest الأكثر جفافا city، صح ولا؟ فمرة ثانية مع بعض، كيف أحكي أيها هو؟ which. okay، which is المدينة الأكثر جفافا. راح أحكي الأكثر جفافا قبل ما أحكي المدينة. ما معنى الأكثر جفافا؟ the dry the driest مدينة city، نقطة. عفواً، عن استفهام لأن سؤال. أكثر مدينة جفافاً في الأردن، مش متأكد لكن ممكن تكون العقبة، نفرض أنها العقبة. هل أكتب هيك أكبة وخلاص؟ لا، بدي أحكي المدينة الأكثر جفافاً هي العقبة، أو ممكن أحكي العقبة هي المدينة الأكثر جفافاً. خلينا نحكي العقبة هي المدينة الأكثر جفافاً. كيف أحكي أكبة is؟ كيف أحكي المدينة الأكثر جفافا؟ بعبر عن الأكثر جفافا بالأول. ما معنى الأكثر جفافا؟ the driest. ما معنى مدينة؟ city، نقطة. واضح الأمور إن شاء الله؟ أنا بالنسبة لي بكتفي بحل هاي الجمل، وممكن تحل الباقيات إذا بتكون نفس الطريقة، لأن هسه ظل عندنا إحنا إشي مهم كثير، ألا وهو تمرين الجمل، تأليف الجمل، تمرين الأوائل. هاي الجمل، يوجد ثمانية كواكب، يا ترى؟ طبعا هاي الجمل من الدرس، كيف أكتب بالإنجليزي يوجد ثمانية كواكب؟ أول شيء، ما معنى يوجد؟ there، إما there is وإما there are. كواكب جمع، بحكي there are. ثمانية، ما معنى ثمانية؟ eight. كواكب planets. شايفين كيف ما أسهل تأليف الجمل الإنجليزية إذا الواحد كان عارف الكلمات there are eight planets. طيب نيجي هون، طبعا الجملة الثانية أصعب، الجملة الثالثة أصعب شيء. النمر هو الحيوان الأسرع، ما معنى النمر؟ احكولي. the tiger is، لأنني بدي أخبر عنه الآن، الحيوان الأسرع. هل بالإنجليزي بحكي بالأول الحيوان ولا الأسرع؟ راح أحكي الأسرع، الصفة. ما معنى الأسرع؟ the سريع، fast. الأسرع the fastest. واضح أمور؟ حيوان animal، نقطة. عند السؤال الأخير والأصعب، أوكي؟ أذكركم مرة أخرى، إذا ما كنتم مشتركين في القناة تشتركوا وتعطوا إعجاب للفيديو، لا تنسوا. من هو الشخص الأكبر سنا في عائلتك؟ نحن بنحكي عن شخص عاقل بشر، فبستخدم، راح استخدم بالتالي ايش؟ راح استخدم بالتأكيد هو. اوكي، باختصار كيف احكي من هو؟ who is.
الشخص الأكبر سنا، بدي أحكي عن الأكبر سنا، the oldest. شخص، ما معنى شخص؟ person. في عائلتك، in your family. هاي علامة استفهام. أوكي؟ واضح أمور؟ في واجب، الواجب هو كالتالي. إحنا أخذنا هسه ثلاث جمل، صح؟ هذول الثلاث جمل اكتبوه مع دفتر الإنجليش الآن. أوكي؟ تكتب الثلاث جمل هاي على دفتر الإنجليش العربي بس، الجمل العربية. وأنتوا لحالكم لما تشوفوا حالكم فاضيين حاولوا ترجموها للإنجليش لحالكم. ويريد تكتبوا الترجمة، يعني إجابك وترجموا لي، اكتبوا لي في التعليق عشان أشوف كيف إجاباتكم. هيك نكون خلصنا درس اليوم. سيد رائد المسعيد يحييكم، نراكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.